بعد نهاية المباراة ما بين مصر وموزمبيق المباراة الأولى للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار بالتعادل الحقيقة كان في تصريحات من جانب المدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا لقناة بي إن سبورتس اتكلم فيها عن عديد المواضيع اهمها طبعا ماتش غان القادم وان هو هدفه ان هو يحصد الثلاث نقاط ولكنه اتكلم عن جزئيه متعلقه بالمباراه ما بين مصر وموزمبيق وايه اللي حصل فيها وقال في التصريح لم نواجه منتخب سهلا وكان منتخبا منظما وفقدنا التركيز في ثلاث دقائق وهي التي غيرت دفه المباراه بالكامل ولدينا مباريات اخرى سننافس فيها بشكل افضل من اجل التاهل. موضوع اختزال اللي حصل للمنتخب المصري قصاد المنتخب الموزمبيقي إن هو بس حاله من السرحان او التوهان اللي حصلت لمده ثلاث دقايق، اعتقد ان هو نوع من المبالغه من جانب المدير الفني او محاوله ان هو يشيل الضغط على لعيبته وان هو يحاول يحمل المسؤوليه بالكامله لظرف ثالث، لا هو يشيل المسؤوليه ولا اللعيبه تشيل المسؤوليه ولكن حاله السرحان والتوهان اللي حصلت هي السبب في اللي جرى ده كله، ولكن معاكم وعبر منصه وين وين وفي برنامج عين الصقر مع ممدوح نصر الله، عين الصقر اللي مركزه على رحله المنتخب المصري في كاس الامم الافريقيه، هنتكلم بتفصيل اكتر عن المنتخب المصري وهنتكلم بتفصيل اكتر عن ايه بالظبط اللي كان مفروض روي فيتوريا ياخد باله منه وايه بالظبط الفروقات اللي بتصنع الفارق ما بين اللي بيحصل مع المنتخب المصري في كوت ديفوار 2023 او 2024 نظريا بس هي البطوله اسمها كوت ديفوار 2023 وما بين اللي كان بيحصل في بطوله الكاميرون من سنتين تحت قياده كارلوس كيروش بس وصلك الفيديو يا ريس انزل اخبط اللايك المتين او انزل ادعس اللايك حالا بالا فعلا ولو انت مش مشترك في قناه وين وين انزل اشترك فيها حاليا ودوس الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول معاكم ممدوح نصر الله وبرنامج عين الصقر عبر مرصاد وين وين ويلا بينا نبدا نقط سريعة كده لازم ان احنا نمر عليها وهو انه واضح من اول يوم في بطولة كاس الامم الافريقية الحالية ان في فارق يصل الى العشر سنين ما بينها وما بين البطولة اللي قبلها وانا عارف ان انت بتقولوا لا الفرق سنتين بس انا مش بتكلم عن الفرق الرقمي على مستوى الاهام اللي عدت انا بتكلم على مستوى الفروقات التنظيمية اللي موجودة ما بين الكاميرون وما بين كوت ديفوار ليه؟ لان كوت ديفوار احسن على مستوى جودة الملاعب احسن على مستوى النقل التلفزيوني احسن بكتير على مستوى التنظيم وانت بتتفرج على الماتشات تحس ان انت على ماتشات فعلا في بينما البطوله اللي كانت في الكاميرون كان في مشاكل في النقل التلفزيوني في البث في الملاعب في جوده التحكيم في كل حاجه تخص البطوله على عكس بطوله كوت ديفوار اللي بدا بشكل كويس جدا وبدا بشكل منظم جدا والواحد فعلا حاسس ان في فروق تنظيميه واضحه ما بين الدولتين والحقيقه ده اللي بخليني زعلان اكتر من المنتخب المصري لان على غير العاده انت ما تقدرش ان انت تعزي مباراه مصر وموزمبيق والنتيجه اللي حصلت فيها للظروف الخارجيه لان هي ما كانش فيها ظروف خارجيه احنا الموضوع كله كان ظروف داخليه احنا محتاجين ان احنا نتكلم عنها بشكل اكبر ليه لان على مستوى التشكيله التشكيله مش سيئه الاختيارات مش سيئه ولكن الطريقه اللي كل لاعب بيادي دوره هي بتفتح علامات استفهام كبيره بالنسبه للمنتخب المصري نبدا بخط الدفاع خط الدفاع استخدام محمد حمدي وناحيه اليمين محمد هاني ان هما الاثنين اللي يبقوا بيزيدوا في الحاله الهجوميه ولكن زياده الاثنين مع بعض هي خلقت ازمه بالنسبه للمنتخب المصري على مستوى المساحات اللي موجوده في خط الظهر حتى لو كان نظريا محمد عبد المنعم بيفتح ناحيه الشمال حجازي بيفتح ناحيه اليمين والنني بيسقط ما بينهم لا زال في مساحه موجوده راجع لحاجتين مهمين اول اولا ان مفيش فيش لاعب في نص الملعب هو شرس على مستوى اداء الدور الدفاعي ودي كانت المشكله الاولى ثم المشكله الثانيه واللي كانت متعلقه بسرعه الارتداد اللي كانت موجوده عند لعيبه المنتخب المصري واللي مثلت ازمه كبيره جدا من قبل البطوله ما تبدا اتكلمنا على الجزئيه المتعلقه بمنظومه خط النص بالنسبه للمنتخب المصري وازاي انها هتمثل صداع بالنسبه لروي فيتوريا ولكن الشيء اللي انا ما فهمتهوش هو توظيف اللعيبه داخل الملعب حمدي فتحي اللي بيجيد الدور الدفاعي الراجل زايد عشان يعمل ادوار هجوميه محمد النني المفروض إن هو بيقدر ينظم ريتم الماتش، الراجل هو اللي بيعمل الدور الدفاعي هو اللي قايم بدور الهاف ديفندر واللاعب اللي بيسقط ما بين الاثنين مدافعين الدور اللي كان بيعمله سابقا في ظل وجود محمد النني في الملعب كان طارق حامد هو اللي بياديه بشكل ممتاز، ثم اتنقلنا للمشكله الثالثه وهي معضله محمد صلاح ودوره مع المنتخب المصري اللي في اعتقادي مثلت ازمه لا ان هي تتحل في الماتشات القادمه. ايه بقى الازمه بتاعت محمد صلاح اللي لازم ان هي تتحل والمعضله اللي لازم تتحل معضله محمد صلاح الرئيسيه مع المنتخب المصري هي معضله احنا شفناها سابقا مع المدير الفني السابق كارلوس كيروش ومع المديرين الفنيين السابقين للمنتخب المصري واللي كانوا دايما بيحاولوا يستخدموا محمد صلاح استخدام اخر مختلف عن الاستخدام اللي كان في ليفربول ويمكن استخدام يورجن كلوب نفسه حاول ان هو يعمله مع ليفربول في الزمن اللي كان فيه ليفربول بيمتلك صلاح وماني كان ماني هو اللاعب اللي مميز بان هو يقدر ينزل يستلم ما بين الخطوط بينما صلاح هو اللاعب اللي كان اكثر راسة وايجابيه على المرمى وكانوا الاتنين قادرين ان هما يكملوا بعض بشكل كويس ليفربول في وقت من الاوقات حاول ان هو يخلي محمد صلاح ينزل ان هو يستلم ما بين الخطوط خاصه في الشكل الجديد بتاع فريق ليفربول ولكن يورجن كلوب في مرحله ما قرر ان هو يضرب عصفورين بحجر يحل مشكله الباك اليمين بالاستغناء عن ارنولد في المكان ده اساسا واستخدام مدافع تالت هو اللي يعمل الدور ده بينما ارنولد بيزيد عشان يبقى جزء من منظومه خط النص ويبقى مميز اكتر في عمليه الاستلام بين الخطوط بينما محمد صلاح بيفضل في حتته المفضله على الطرف الوايد بلاي ميكر اللي هو صانع العاب ولكن على الطرف الراجل يقدر ان هو يقوم بدور صناعه اللعب من على الطرف بشكل مميز جدا وعنده رؤيه اوضح للملعب والكثافه العدديه اللي بيخلقها فريق ليفربول دايما في المنطقه دي بتساعده ان هو يشتغل بشكل احسن اما بقى مع المنتخب المصري فمع المنتخب المصري احنا ما كناش بنلعب بزيزو كلاعب رقم 8 في نص الملعب وصلاح هو اللي موجود على الطرف لا هو صلاح كان بيعمل دور اللاعب رقم 10 وزيزو هو اللي واخد مكان صلاح ودور الزياده الهجوميه على الخط كان لمحمد هاني فده ادى لكونفيوجن مش طبيعي ده امر تقدر تعمله ناحيه الشمال لان تريزيجيه مميز في الحته دي ويقدر ان هو بشكل كويس وبيدي فرصه لمحمد حمدي ان هو يعمل العرضيات، العرضيات اللي جه من خلالها كذا فرصه خطيره منهم لقطه الهدف الاول اساسا اللي هي الكوره اللي قلشت من صلاح ومصطفى محمد قدر ان هو يلف ويدور بيها ويسجلها في المرمى. لكن ان انت تعمل الدور ده بصلاح في اعتقادي ده خلق ازمه اكتر ما منه حل مشكله بالنسبه للمنتخب المصري وخلنا قصاد وضع احنا مش حابين ان احنا نتفرج عليه لان الوضع اولا كان فيه قدر كبير جدا من التنشنه كان فيه نوع من القلق الزايد من جانب اللعيبه على مستوى اداء الادوار والاهم كميه الفراغات والمساحات الكبيره اللي كانت موجوده في نص الملعب واللي راجعه بالاساس لفكره ان انت بتستغل اطرافك الاثنين ان هم يزيدوا مع بعض في وقت واحد في الوقت اللي انت بتقرر فيه ان الثلاثه بتوع خط النص كلهم لعيبه مميزاتهم هجومية أكتر أو لعيبة تقيلة جدا في أداء الحالة الدفاعية لن هو الدفندر اللي تقدر تعتمد عليه ولا حمدي فتحي محطوط في مكانه الصحيح كلاعب شغلانته أنه هو قاطع كرات ولكنه كان زايد في التلت الهجومي واكيد محمد صلاح مش هستنى منه ان هو يعمل الدور الدفاعي انا ممكن استنى من صلاح انه هو يضغط لكن ان هو يعمل دور دفاعي بحت ده بيصعب المهمه اكتر واكتر والمشكله ما كانتش في الثلاث دقائق هم الثلاث دقائق دول بروزوا او بلوروا الكارثه اللي كانت موجوده في المنتخب المصري لكن الثلاث دقائق دول ما بيعبروش عن حاجه الثلاث دقائق دول هما امتداد طبيعي لان احنا اتفرجنا عليه من اول المباراه لان منتخب مصر هو كان حالف طلاق ثلاثه ان انا مقسم الماتش مراحل والمراحل دي مهما كانت النتيجه انا مش هغيرها فمثلا لما نبص على المرحله الاولى وهي كانت اول 10 دقائق المنتخب المصري مسيطر مستحوذ بالكامل استحواذه وصل ل 81 و82% الفريق عمل اكتر من 100 تمريره في الوقت اللي فيه منتخب موزمبيق عمل 30 او 33 تمريره وده الوقت اللي منتخب مصر سجل فيه الهدف الاول وكان فرض سيطره كامله طب بعد ال 1 0 مش كمل من باب اولى ان انت تكمل على نفس النسق وتقرر ان انت تسجل الهدف الثاني ثم تبدا ان انت تقسم الماتش المراحل لان اللي حصل ان احنا قسمنا الماتش المراحل بصرف النظر عن النتيجه فالنتيجه احنا ادينا الفريق موزمبيق ثقه اكتر ان هو يقدر يقف على رجله ادينا له هدوء اكتر ان هو يقدر يحافظ على الكوره ويقدر ان هو يتحرك بيها وهو ده اللي خلق لنا ازمه في الاساس لان احنا هنا بدانا ندي ثقه لفريق هو عنده سرعات بس الفريق ما يقدرش يجاريك على مستوى التنظيم وانت اللي سهلت عليه عمليه ان هو جريك على مستوى التنظيم باختياراتك الغلط اللي انت اصريت ان انت تكمل فيها اختياراتك الغلط اللي فضلت موجوده جوه الملعب لحد ما اصبحت النتيجه 2-1 لصالح فريق موزمبيق فكره ان المنتخب المصري يستقبل هدف من عرضيه دي ما بقتش مستغربه يعني اعتقد جمهور الكرة المصري كله وهو بيتفرج على المنتخب المصري وهو بيستقبل هدف من عرضيه اللي هو لا ده العادي يعني ده, ده ده ده, ختم السلام بتاعنا بتاع الوصول في امم افريقيا يعني متعودين عليه لكن الهدف الثاني بصراحه ده كان القشه التي قصمت ظهر البعير لان من بعدها المنتخب المصري مش قادر ان هو يقف على رجله مش قادر ان هو ينظم هجمه مش قادر يقف على كوره انت ما خلقتش خطوره فعليه من بعد الهدف الثاني لمنتخب موزمبيق انت ممكن تكون خلقت خطوره في كوره لكن فعليا على مستوى التنظيم انت ما كنتش منظم وبعدين خدت الكلاسيكيات بتاعه الكره المصريه ان انا بقى عندي كوكا ومصطفى محمد الاثنين موجودين اثنين مهاجمين طوال وعرضيات من اليمين والشمال وزي ما تيجي حلاوه وده اللي حصل انت من خلال ده قدرت تتحصل على ضربه الجزاء اللي سجل منها المنتخب المصري هدف التعادل اللي هو الهدف الثاني اللي سجله محمد صلاح من ضربه الجزاء وقدرت ان انت تقف على حظوظك انا ما بقولش ان منتخب مصر وحش ما بقولش ان منتخب مصر خارج الترشيحات بالعكس انا بتفائل دايما بسياسه السبع نقط وبحس ان هي بتؤهلنا ان احنا نقدر نحقق البطوله بس في نفس الوقت ماتش موزمبيق هو كان جرس انذار للاخطاء اللي لازم نقف عليها قبل ما نبدا ان احنا نخش فيما هو قادم ماتش مصر قصاد موزمبيق هو كان فرصة بالنسبة لنا ان احنا نقف على الأخطاء قبل ما نبدأ ان احنا ندخل فيما هو قادم، فلازم ان احنا نعدل الأمور دي ونظبطها عشان ما نقعش فيها فيما هو قادم، بس زي ما بحب أقول دايماً في الأول والآخر كل دي مجرد وجهة نظر شخصية والمهم وجهة نظر حضراتكم في الكومنتات يا ريت تشاركونا بيها، ختاماً كان معاكم ممدوح نصر الله وبرنامج عين الصقر عبر منصات وين وين، نراكم على خير إن شاء الله في مناسبات لاحقة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.